في ذروة كل هذا بيأتي اليونسكو من جديد مصوتا وبموافقة 22 دولة، وللأسف زي ما بقول لكم اعتراض 10 وامتناع 23 عن التصويت على انه القدس مدينة محتلة. احداث تتصاعد وبقوة تدفعنا للحديث مع احد اولئك المناضلين الفلسطينيين واحد الأسرى السابقين، وهو جناب السفير الفلسطيني بالقاهرة السيد جمال الشبكي. نورت. شكرا. ازاي الحال؟ الله يخليك. شكرا. هبدأ الأول قبل اليوم 16 للإضراب بموضوع اليونسكو، مغزاه، توقيته، واستثماره إن شاء الله في الفترة المقبلة. نعم. موضوع اليونسكو حقيقة هو نتيجة معركة سياسية دبلوماسية خلال الأسابيع الماضية. إسرائيل والإدارة الأمريكية كان لديهم قرار أنه يعيدوا يجبروا هذه المؤسسات على إعادة النظر في قراراتها السابقة. حلو. في اليونسكو قرار سابق باعتبار أن القدس الشرقية وما بها من مساجد وكنائس هو تراث إنساني حضاري فلسطيني. حاولوا أن في اللجنة التنفيذية اللي جرى التصويت عليها اليوم أن يعيدوا التصويت من جديد وأن يجبروا بعض الدول بكل الوسائل الممكنة بالإقناع بالحوار بالتهديد من أجل التراجع عن هذا القرار. وحقيقة أنه كفلسطينيين مدعومين بالمجموعة العربية، المجموعة العربية اجتمعت ونسقوا موقف صيغة وفتحوا حوار مع كل المجموعات الدولية من دول عدم انحياز الأوروبيين، دول أمريكا اللاتينية، دول الإفريقية، حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة. ونتيجة ما وصلنا إليه قبل قليل وصلنا تعميم وتصريح لوزير الخارجية الفلسطيني بشكر الدول التي صوتت مع فلسطين. هذا القرار بيقول أنه بيحافظ على التراث التاريخي الحضاري الإنساني كتراث فلسطيني عربي، وأن هذه المدينة القدس الشرقية والأراضي المحتلة هي أراضي محتلة بمعنى أن هي أراضي فلسطينية تخضع للاحتلال الإسرائيلي. وهذا الأمر أنا برأيي بتطلب من اليونسكو أن ترسل مبعوث دائم في القدس كما كان القرار في السابق. صحيح. من أجل مراقبة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتهويد هذه المدينة لتغيير وجهها معالمها. هي تسعى ليل نهار تحت الأرض وفوق الأرض وبكل إمكاناتها مراقبة كمان انتهاك المستوطنين للقدس زي ما حصل لسه احنا بنتكلم نعم امبارح. نعم نعم. المستوطنون يدخلون القدس بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعشرات. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يحمي المستوطنين الذين دخلوا ليعبثوا في أهم الأماكن المقدسة إسلاميا، وهذا بمس بمشاعر الناس. وهذه ليست المرة الأولى، ونحن نتذكر هنا أن الانتفاضة الأولى أشعلها هو دخول شارون بمئات الجنود المسلحين إلى داخل المسجد الأقصى. شعب الفلسطيني وقف في وجههم، وكانت الانتفاضة الثانية. وما دفع الشعب الفلسطيني من ثمن في هذه الانتفاضة التي هي الآن ربما الموضوع الإضراب عن الأسرى، ومن يقود هذا الإضراب مروان البرغوثي كان في ساحة المسجد الأقصى عندما قام شارون بهذه الزيارة، وكان فيما بعد قائدا، أصبح قائدا لهذه الانتفاضة اللي ربما بسببها اختطف من الأراضي الفلسطينية كعضو برلمان فلسطيني، وتم أسره لدى الإسرائيليين وإصدار أحكام جائرة غير منطقية غير عادلة من محاكم لا نعترف بها ضد مروان. أنا برأيي أنه زيارة الأقصى والدفاع عن المقدسات كانت إحدى الأسباب التي استفزت الشعب الفلسطيني وجعلته يخرج في الانتفاضة الثانية لمواجهة الاحتلال.